أدارت وقعها على الإجراءات الاقتصادية الطارئة التي اتخذتها الحكومة وسببت في تفاقم الصراع بين السلطات. وكان المتحدثون باسم الأوليغارشية والأحزاب التقليدية قد أصروا على إطلاق نقاش في المجلس التشريعي لتحديد المسؤولية المزعومة للرئيس نيكولاس مادورو بشأن ما وصفوه بأنه كسر النظام الدستوري. ويعتبر أي قرار للمجلس التشريعي غير نافذ لأن المحكمة العليا أعلنت في أيلول سبتمبر أن إجراءات البرلمان باطلة تماما بعد اعترافه بانتهاء قوانين المحكمة العليا. وقد أبقت الحكومة على المشاريع الاجتماعية الرئيسية على الرغم من نقص المنتجات الأساسية.